لكم التحية من جديد وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية، ونستهلها بأبرز العناوين. منتدى شباب العالم ينطلق غدا بشرم الشيخ. جولة إعادة بانتخابات الرئاسة الجزائرية. حزب المحافظين البريطاني يحتفل بفوز ساحق. وإلى الملفات، حيث لا تزال الأزمة بين الشارع العراقي والحكومة تلقي بظلالها على عناوين الصحف الصادرة اليوم، وهي الملف الأبرز في جولتنا، والبداية بصحيفة الشرق الأوسط ونطالع منها. دماء تحاصر الحراك العراقي. عبد المهدي يطالب الأمن بإعادة هيبة الدولة بعد حادثة الوثبة. حملة اغتيال الناشطين تثير الغضب في العراق. ومن صحيفة المصري اليوم، ارتفاع قتلى تظاهرات العراق ل 511 واحتجاجات على الأسماء المرشحة للحكومة. ومن صحيفة الدستور الأردنية، العراق خلافات سياسية وراء فشل اختيار رئيس للحكومة. ومن صحيفة الأهرام، الرئيس العراقي يشدد على سلمية التظاهرات وهجوم جديد على قاعدة أمريكية. ومن صحيفة الأخبار، مقتل وإصابة 10 بهجوم انتحاري قرب مدينة سامراء شمال العاصمة بغداد. ومن صحيفة تايمز البريطانية، ميليشيات موالية لإيران تقتل العشرات عند جسر بغداد، والمتظاهرون العراقيون يحكون عن التعذيب والقتل على أيدي قوات شيعية متطرفة تتجول بالعاصمة العراقية. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد، مرحبا بك. أهلا بك يا فندم ومشاهدي النيل للأخبار. أهلا بك أستاذ محمد. من خلال قراءتك لصحف اليوم ومتابعتك لاستمرار الأزمة في العراق، فهل لك أن تلقي لنا مزيدا من الضوء على أبرز ما تناولته الصحافة حول هذا الملف؟ العناوين التي تفضلت بذكرها والعديد من العناوين الأخرى والتقارير التي تملأ الصحافة العربية والعالمية تشير إلى أن سيناريو الفوضى يرسم ويرسخ أقدامه بشكل كبير في العراق خلال الفترة الماضية. البرلمان فشل على الرغم من تصريحات الرئيس العراقي بأنه سيكون هناك محددات لاختيار شخصية رئيس الوزراء القادم يوم الثلاثاء. فشل البرلمان يوم الأربعاء في اختيار أو حسم حتى قانون الانتخابات على خلفية خلافات حادة قد تصل إلى حد التشابك، وبالتالي رفعت الجلسة ولم يحدث تغيير. لم يحدث تغيير أيضا بنهاية هذا الأسبوع الأمس في اختيار رئيس وزراء جديد، وانتقل الأمر إلى بداية الأسبوع المقبل. تصاعد القصف الصاروخي باتجاه القواعد الأمريكية، ثم تهديد الولايات المتحدة بتدويل القضية ما لم يتوقف العنف ضد المتظاهرين، ونفس الأمر قالت وذكرته الأمم المتحدة. الحراك في الشارع يعاني من اغتيال المتظاهرين والناشطين السياسيين، بالإضافة إلى عدم تلبية الشروط لرئيس الوزراء الجديد، وتصاعد الشأن الوطني بقوة ضد محاولات التغيير التغييب التي تمارسها بعض الميليشيات الموالية لإيران. الصورة ضبابية الآن وتحتاج إلى حل حاسم وسريع. ما لم يحدث الأسبوع المقبل أعتقد ستكون هناك تصاعد واحتمالات لتدخل خارجي سواء سياسي أو بشكل آخر. نعم، الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وإلى عناوين الصحف المحلية، والبداية بصحيفة الأخبار. الرئيس خلال الجلسة الختامية لفعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يقول
القارة الإفريقية قادرة على معالجة تحدياتها لتحقيق الاستقرار والسلام. سفير زامبيا للأخبار: المنتدى جاء في الوقت المناسب ويساهم في تخليص إفريقيا من قوى سلبية تعوق التنمية. أما من صحيفة الأهرام فنقرأ: مصر تحرص على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقارة الإفريقية. السيسي يقول: لن أوقع أي قانون للأحوال الشخصية لا ينصف المرأة. قمة مصرية فلسطينية بشرم الشيخ للتشاور حول التحديات المشتركة. وننتقل إلى صحيفة الجمهورية ونطالع منها: منتدى شباب العالم ينطلق غدا بشرم الشيخ برعاية الرئيس وبمشاركة 5000 من 196 دولة. اتفاق مصري إسباني في التصنيع العسكري والأنظمة الدفاعية. توقيع اتفاقية التمويل بحضور وزيري النقل والمالية وسفير المجر والقائم بالأعمال الروسي. توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بمليار و160 مليون يورو. ومن صحيفة المصري اليوم: جولة لرئيس السنغال في مجمع بن بان للطاقة الشمسية. وزير الكهرباء يقول: مصر يمكنها توليد 95 جيجا وات من الطاقة النظيفة وتصنيفها الأولى بالرياح في الشرق الأوسط. جولة تفقدية لوزير البترول ووفد برلماني بحفل ضم. وننتقل إلى الصحف العربية ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط والتي كتبت: أهالي تل أبيض ورأس العين شمال شرق سوريا يطالبون بفك الحصار عنهما. وزير الخارجية اللبناني لن يشارك في الحكومة المقبلة وسيمارس معارضة قوية. مظاهرات واعتقالات تفسد أجواء انتخابات الرئاسة الجزائرية. ونطالع من صحيفة عمان اليوم: سلطة الانتخابات الرئاسية الجزائرية تقر بوجود صعوبات تنظيمية في 3600 مركز انتخابي، وبوتفليقة يدلي بصوته. حفتر يعلن بدء اقتحام العاصمة طرابلس. النيابة السودانية توقف وداد بابكر قرينة البشير في قضية فساد. أما من صحيفة الخليج الإماراتية فنقرأ منها: لبنان طيار عون يرفض المشاركة في حكومة بشروط الحريري. 26 قتيلا في معارك بين الجيش السوري ومسلحين في إدلب. فوضى أسواق الأسلحة تتسع في اليمن تحت سيطرة الحوثيين. ومن أبرز عناوين صحيفة البيان نتابع: انتخابات الرئاسة في الجزائر إلى جولة الإعادة بنسبة مشاركة بلغت 41.14%. اتفاق ستوكهولم عام على مراوغة ميليشيا الحوثي الانقلابية. ملك المغرب يدعو لاعتماد خريطة طريق جديدة في مجلس التعاون الإسلامي. ونتحول إلى الصحف العالمية، ومن صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية نطالع: حزب المحافظين البريطاني يحتفل بفوز ساحق في الانتخابات البريطانية التشريعية المبكرة. ثورة بركان جزيرة وايت آيلاند النيوزيلندية ووصول فريق الإنقاذ لانتشال جثث ضحايا البركان هذا الأسبوع، حيث زاد عدد الضحايا المعروف حتى الآن إلى 8. ومن صحيفة غارديان البريطانية: زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين يعلن أنه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة، معربا عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات. جو سوينسون زعيمة الديمقراطيين الأحرار تفقد مقعدها النيابي في الانتخابات التشريعية المبكرة في بريطانيا. الولايات المتحدة تتوصل لاتفاق حيث المبدأ مع الصين لإنهاء الحرب التجارية. ومن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: بعد مناقشات ماراثونية حادة، اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تؤجل انعقادها إلى اليوم للتصويت التاريخي على المواد المتعلقة بعزل الرئيس دونالد ترامب. وثائق تؤكد أن الولايات المتحدة غمرت أفغانستان بالأموال وغضت الطرف عن قضايا الكسب غير المشروع وتسامحت مع الفساد من قبل أمراء الحرب ومهربي المخدرات.
ومن واشنطن تايمز الأمريكية نقرأ: البيت الأبيض والحزب الجمهوري على خلاف بشأن إجراءات نقل قضية عزل الرئيس إلى مجلس الشيوخ. ضربة جديدة للعلاقات الأمريكية التركية مع اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن، وأنقرة تحذر من القرار يعرض العلاقات التركية الأمريكية للخطر. وننتقل إلى أبرز التصريحات في صحف اليوم، ونقرأ من صحيفة الأهرام: الرئيس يقول منتدى أسوان خطوة جيدة لوضع مستقبل أفضل للقارة الإفريقية. ومن صحيفة الأخبار: السيسي خلال مشاركته بجلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق السلام والتنمية، المرأة تصدت بقوة للحفاظ على الهوية المصرية في 2013. ومن البيان الإماراتية: سعد الحريري ملتزم بخطة عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية. ومن صحيفة الشرق الأوسط: جبران باسيل، الحكومة الجديدة برئاسة الحريري مصيرها الفشل. ومن صحيفة جارديان البريطانية: بوريس جونسون يقول تم منح حكومة المحافظين تفويضا جديدا قويا لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوحيد هذا البلد والمضي قدما. ومن نيويورك تايمز: دونالد ترامب، أمريكا على وشك توقيع صفقة كبيرة مع الصين. الصور دائما هي أكثر تعبيرا من الكلمات، ومن أبرز الصور في صحف اليوم نطالع: بعيدا عن أخبار السياسة، نقرأ من صحيفة الشرق الأوسط دراسة بعنوان اكتشاف أقدم فن صخري في التاريخ بإندونيسيا. والدراسة تقول عثر علماء آثار على رسومات عمرها 44 ألف عام داخل كهف بجزيرة سولاويزي في إندونيسيا، ما يجعل هذا الاكتشاف أقدم فن صخري في التاريخ. الرسومات تظهر كائنات هجينة نصفها حيوان والنصف الآخر إنسان، كما يعتقد أنها الرسومات الأولى من نوعها التي ترصد عملية الصيد. وسبق أن وجدت مجموعة من الباحثين في عام 2014 فناً صخرياً آخر في الكهوف يرجع تاريخه إلى 40 ألف عام. وبعنوان آثار مدمرة للنوم الطويل على صحة الإنسان، نشرت صحيفة البيان أن دراسة صينية جديدة كشفت النتائج الخطيرة المترتبة على النوم لساعات طويلة خلال الليل أو خلال القيلولة، موضحة أن الأشخاص الذين اعتادوا على ذلك معرضين أكثر للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 23% من أولئك الذين ناموا من 7 إلى أقل من 8 ساعات في الليلة، كما ارتفع خطر الإصابة بسكتات دماغية للأشخاص الذين يحظون بقيلولة بنسبة 25%. وتحت عنوان الأرض كانت تعاني من الاحتباس الحراري قبيل عصر انقراض الديناصورات، نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية دراسة تشير إلى أن سجل الحفريات يقدم أدلة على أن كوكب الأرض كان يعاني من عدم استقرار مناخي واحتباس حراري قبيل انقراض الديناصورات بسبب زيادة مضطردة في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، مشيرة إلى أن فهمنا لكيفية استجابة الأرض لتلك المشكلة في الماضي قد يساعدنا في الاستعداد للتغيرات المناخية الناجمة عن الأنشطة الإنسانية الضارة في العصر الحالي.
والآن هذه وقفتنا مع أبرز الرسوم الكاريكاتير في صحف اليوم. ختام جولة الصحافة، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.